صباح الخير، جود مورنينج. وفاة أسرة كاملة في حادث تصادم مروع بطريق الإسماعيلية بورسعيد شهر صباح اليوم فجر اليوم، حيث لقت أسرة مكونة من 3 أشخاص مصرعهم بالقرب من أبو خليفة. استقبل مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية كل من أحمد عادل وزوجته وابنة هامة الطفلة المقيمين في محافظة بورسعيد نتيجة حادث تصادم مروع في طريق بورسعيد الإسماعيلية. تم تحديد المحضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة للتحصيل في النيابة العامة مباشرة تحقيقات التصريف والتصريح بالدفن. اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، متنساش اللايك والتعليق. شكرا جدا.